السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وحبيبكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. اليوم من خلال هذا الفيديو بدنا نحكي عن جهاز شاومي العملاق الوحش، الذي يعني عن جد جهاز مواصفات خرافية، مواصفات عالية، أقوى جهاز وأعلى عتاد في الأجهزة لحتى اللحظة من ناحية العتاد ومن ناحية المواصفات. سنتطرق في هذا الفيديو بخصوص هذا الجهاز. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان تأخذ منا المفيد، وخلينا نيجي إلى الفيديو. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. شاومي في مؤتمرها أعلنت عن 3 أجهزة: شاومي 12، شاومي 12 برو، شاومي 12X. 12X هو أقل واحد فيهم وأصغر واحد فيهم في الثلاث أجهزة، وعرضوا ساعة شاومي الجديدة S1 مع منتجات أخرى. فالآن إن شاء الله سوف نتطرق إلى جهاز اللي هو البطل تبعهم والعملاق والوحش، شاومي 12 برو. شاومي بدأت في مقارنة جهازها آيفون 13 برو ماكس بجهازهم شاومي 12 برو، فبقول لك هنا المنافسة بينهم، يعني عاملين انه هنا في مقارنة وبينافسوا بين الاثنين، وبقول لك انه هاي المنافسة والمقارنة كالتالي. بلشوا بحجم الشاشة، بيقول لك حجم الشاشة 6.73 عنا وعندهم 6.7. عندنا اللي جهاز الايفون الشاومي 12 برو 163.6 ملم الطول، والعرض 74.6 ملم، والسمك 8.16، والوزن عندنا هنا وزن الجهاز الشاومي 12 برو 205 جرام، مقارنة بقول لك في الايفون 13 برو ماكس 238 جرام. وايضا تم المقارنه بين شاومي 12 وشاومي 12 برو، بقول لك شاومي 12 عباره عن 180 جرام وزنه، وشاومي 12 برو وزنه 205 جرام، وشاشه ال 12 برو 6.73 وشاشه ال 12 6.28. وعندنا اللي هو العرض الجهاز، عرض الجهاز الاولاني اللي هو شاومي 12 69.9 ملم، وعرض الجهاز الثاني 12 برو 74.6 ملم. يعني يعتبر هنا العرض، عرض الجهاز الثاني أكبر من ال 12 اللي هو 12 برو أكبر. وجهاز 12 برو في منه 4 ألوان: أسود وتقريبا زهري والأزرق، وعندنا الجهاز اللي لونه أخضر محمي بطبقة حماية جلدية. والآن ننتقل إلى شاشة الموبايل. شاشة الموبايل أموليد E5، هذه الشاشة 2K 6.73 منحنية، 522 بكسل لكل بوصة، يعني 1440 في 3200، معدل تحديث ديناميكي من 1 بتعطيك لعند 120 هرتز، وهذا إشي رائع جدا، تتحرك بناء على اللي بنعرض عليها. السطوع بصل ل 1500 نتس، يعني 1500 شمعة، و10 مليار لون، شاشة ملونة احترافية هذه، وإدراك مزدوج للضوء 16000 سطوع تلقائي، ويعني لما نقول لك 10 معدل اللي هو اللمس بيطلع فيه 480 هرتز. مطلية أو محمية بطبقة حماية كورنينج غوريلا غلاس فيكتوس، أفضل شاشة جهاز شاومي في التاريخ، هيك حسب ما كتبت شاومي. هذه الشاشة LTPO2، مادة أكسيد الكريستالات ذات الحرارة المنخفضة، وتحديث أكثر مرن، ليش؟ حتى يوفر الطاقة من 1 إلى 120 هرتز. الشاشة عليها تقنية مايكرو لينس، هذه التقنية بتضيف يعني إضافة هيكل يعني دقيق إلى الطبقة العليا من الشاشة لجعل الضوء أكثر تركيزاً، نفس السطوع يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 9%، وهذا شيء رائع. إذن الآن بنقدر نقول عن الجهاز في صوت دولبي فيجن، اللي هو طبعاً جهاز بنحكي عن شاومي 12 برو. بالنسبة لإضاءة الشاشة 1500 نتس كورنينج غوريلا غلاس فيكتوس، الشاشة عندنا اللي هي شاشة A بلس منحنية 6.73 أموليد 2K، والشاشة هذه E5، وتقنية ال LTPO اللي حكينا عنها، وترددها من 1 إلى 120 هرتز، والشاشة مضاف عليها مايكرو لينس. والآن لو اطلعنا على الشاشة، عرض الشاشة بيتحرك من 10 إلى 120 التردد، من 10 20 30 60
وهكذا حسب إيش؟ حسب ما أنت تعرض على الشاشة المحتوى. مثلا أنت بتتصفح على الفيسبوك مثلا بيعطيك تردد أقل من أنه أنت مثلا تتفرج على فيديو وهكذا، يعني هنا بتحافظ على الطاقة، فبالتالي هي تتنقل بين الترددات من 10 إلى 120 هرتز. وهذا أول مرة نشوفه هيك التنقل هذا اللي موجود أمامكم وأنتوا الآن شايفينه. والآن خلينا ننتقل للبرو الأوديو، للصوت الاحترافي اللي موجود في هذا الجهاز. الجهاز فيه عندنا مكبر صوت 2 في الأسفل و2 في الأعلى على الطرف الثاني، 4 وحدات مكبر للصوت من هارمن كاردن، حتى انه مع الاربع غرف للصوت بيعطيك اداء احترافي لهذا الصوت. والان ننتقل الى المعالج العملاق اللي موجود في هذا الجهاز، وهو من شركة كوالكوم الامريكية، سناب دراجون 8 جينيريشن 1. الصحيح هذا اول معالج بينزل في هذا الاسم، او اول معالج بيتم انتاجه وهيو استخدموه في هذا الجهاز اللي هو شاومي 12 برو، وايضا استخدموه في جهاز الاخر شاومي 12. هذا المعالج معالج يعني عالي جدا، وهو جي بي يو الموجود فيه موجود في كورتكس X2، وعندنا فيه اللي هو كورتكس A710 عندنا موجود 3 و4 كورتكس A510 وواحدة كورتكس X2. صحيح يعني هو جي بي يو 8 الأنوية، وهو 5G بتكنولوجيا 4 نانو. وهذا المعالج فيه نظام تبريد رائع جدا، وهو تبريد الجرافيك بيسموه VC. وهنا تم عرض على الشاشة اللي هو على مقياس أنتوتو مقارنة بين العشرة برو كان جايب 678,000 نقطة و166، وال11 برو كان جايب 759,046 نقطة. وهنا يعني الاشي الخرافي المفاجئ انه هذا المعالج جايب 1,070,000 نقطة و33، وهذا شيء لأول مرة معالج يجيب هذه النقاط في على مقياس أنتوتو. وهنا المعالج تم اللعب عليه، أعطانا إطار ثابت 57، وكانت درجة الحرارة 48 في معدل هذا الإطار 57 الثابت، وهو أسرع وأكثر استقرارا. وهذا المعالج بيعمل لك في تقنية موجودة فيه تقنية جدولة الأداء الديناميكي، يعني ممكن في الألعاب يعطيك معدل ثابت 60 هرتز، وألعاب أكثر استقرارا يعني، وما بتحس كمان في السخونة العالية. تقنية جدولة الأداء الديناميكي تقلل من استهلاك الطاقة بمقدار 20%، وهذا شيء ممتاز. وهذا المعالج بيعطيك في الأداء في الألعاب ممكن يعطيك وضع العالي، وضع الطاقة، وضع متوازن، وضع المتوسط، ووضع الأداء المتطرف أو الأداء العالي. يعني هنا في بقسم لك الأداء لثلاث مستويات. وهنا في عنا حاجة مهمة وجدا ضرورية، 4 شغلات. في بقولك الوضع المتوازن تم يعني واحد بيعمل دردشة على ويشات كان في الوضع المتوازن 29.7 درجة الحرارة، يعني تقريبا 30 كويس. في الوضع المتوازن أيضا فيديو على الإنترنت 29.4 درجة مئوية. في التسوق يعني قاعد بتسوق 32.8 درجة مئوية، وأيضا في الوضع المتوازن بقرأ أخبار 29.6 درجة مئوية. يعني ملاحظين هنا أكتر إشي في الأداء العالي أعلى إشي، بس كان لما كان بتسوق شكله عشان كان بدفع مصاري، فعشان هيك كان درجة حرارة الموبايل عالية. في الأربع أشياء اللي موجودة أمامكم أداء ودرجة حرارة يعني مقبولة جدا جدا، يعني نورمال. وهنا كمان في عنا لعبة، جهاز لعبوا عليه لعبة 30 دقيقة، وكان تردد الشاشة فيه 119.9، يعني تردد الأداء عنا 120 إطار، وكانت درجة الحرارة 43.5 أو 43.5، ويعني هذا يعتبر يحسب لهذا الهاتف. هذا كله كان وين؟ في الوضع المتوازن. الحين الوضع العالي، الأداء العالي، الأداء العالي لما لعبوا عليها الأداء العالي اللي هو 30 لمدة 30 دقيقة كان درجة الحرارة 48 درجة الحرارة، يعني كان متوسط اللقطات كان حوالي 57 لقطة، يعني 60 إطار في الثانية. يعني كلما زودت الوضع بيكون درجة الحرارة أعلى ويستهلك طاقة أكثر. إذن الآن شاومي 12 برو أسرع وأكثر استقرارا بالنسبة للمعالج سناب دراجون 8، هذا ممتاز جدا على الجهاز، نظام تبريد تطويره جديد ذاتيا، ونظام جدولة الأداء الديناميكي، وضع 3 سرعات التوازن للأداء العالي والأداء المنخفض. والآن ننتقل إلى الشاحن. شاحن الهاتف بيجي 120 واط، حاجة رهيبة جدا، مع بطارية 4600 ملي أمبير
في شاحن زي هذا مع السمك اللي انتم شايفينه 8.16، وهذا شيء رائع انه يعني الجهاز مع السمك هذا ما يسخن وما يكون سخن كتير. وهذه شريحة الشحن تم تطويرها ذاتيا من شاومي، سموها اللي هو B1، شاومي B1. فبقولك انه كان صعوبة كتير انه يكون جسم نحيف ويتم تطوير في 120 واط ويكون الجهاز يعني درجة حرارته مش عالية، ونظام هيكون نظام اللي هو البطارية نظام ثنائي. وهنا بقول لك انه في خلال 18 دقيقة تم شحن جهاز 100% بوضع سريع جدا، و24 دقيقة كمان شحن من 0 إلى 100% ووضع درجة الحرارة كان ثابت وإشي خرافي. وهنا عندنا الشحن اللاسلكي 50 واط، يعني إشي رهيب 50 واط شحن لاسلكي في الشحن لعند 100% 42 دقيقة. إذن الهاتف بيشحن شحن عكسي ب 10 واط وشحن لاسلكي 50 واط وشحن سلكي 120 واط. والآن ننتقل إلى الكاميرات. الجهاز مكون من 3 كاميرات خلفية، الكاميرات الثلاثة لأول مرة شاومي بتعمل 3 كاميرات زي بعض، 50 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأساسية مع سنسور من سوني IMX707، والكاميرا الأساسية طبعا فيها OIS. وهذا الجهاز فيه اللي هو سايبر فوكس، هذا تتبع الأشياء في الفيديو، يعني كل إشي بتتبعه في الفيديو الكاميرا مباشرة. وتم مقارنة كاميرا آيفون 13 برو ماكس بكاميرا الآيفون 12 برو في الوضع الليلي، وهي الصور أمامكم، اطلعوا وشوفوا الفرق بين الصورتين. والآن نيجي للكاميرا الأمامية. الكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل، صحيح كاميرا يعني مستوى الرقم كويس، ويعني بقول لك هذه الكاميرا بتعطيك أداء ممتاز، طبيعة جلد بوديك يعني طبيعي ما في أي اختلاف عن الطبيعة، وما تخافش في الليل لأنه التصوير الليلي فيها كمان هتعطيك مستوى كويس. والآن بلش يعرض إن أنا ملاحظين إنه في الآيفون 13 برو ماكس والشاومي 12 برو، بقول لك إنه مثلا آيفون 13 برو ماكس سعره 8999 يوان صيني، يعني حوالي 1400 دولار، وبقول لك انه هي مواصفاته اللي هو الشاشة 6.7 و120 هيرتز والبطارية 4352 مقابل الجهاز اللي عنا 4600، وعنا الشاشة هنا زي ما حكينا 6.7 هناك 6.73، وعنا 12 ميجا بكسل الكاميرا هنا 50، وسنسور سوني IMX707 بالنسبة للشاومي، والكاميرا الأمامية في الآيفون 12 والكاميرا الأمامية في شاومي 32. ولاحظوا عندنا هنا الآن السعر عند الآيفون عند شاومي 12 برو مش مكتوب، الآن نشوف مع بعض شو السعر. هنا 8999 للآيفون 13 برو ماكس، نشوف الآن الشاومي 12 برو قد سعره. والآن أجا دور السعر، شاومي 12 برو 4699 يوان صيني لل 128 على 8، يعني تقريبا 737 دولار، وهذا سعر منافس. وال 256 على 8 جيجا 4999 يوان صيني، يعني حوالي 785 دولار. والنسخة الثالثة والأخيرة 5399 يوان صيني،
يعني تقريبا 848 دولار، وهذه الثلاث نسخ من هذا الهاتف. وهان تم عرض مقارنة بين شاومي 12 برو وشاومي 12 بالنسبة للسعر. السعر في فرق 1000 يوان صيني، يعني 3699 لل 12 و 4699 لمين لل 12 برو، وال 3699 حوالي تقريبا 580 دولار. وهذا كان ما لدينا بخصوص جهاز شاومي العملاق شاومي 12 برو وسعره وكل مواصفاته. لا تنسى الدعم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يا حبيب عشان يصلك كل جديد، ونلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.